بدي أحكيكم اليوم عن الشاعر المتنبي بقصيدته مالوكما يجل عن الملامي اللي بتتجلى فيه عبقريته عن جديد، خصوصا بالمقطع اللي بيوصف فيه مرضه. بعد ما قريت هالقصيدة وقريت المقطع اللي بيوصف فيه مرضه اتضح لي انه كان عنده ملاريا، خصوصا انه هو كان بمصر بلحظة كتابته هذه القصيدة، حيث ببلش يوصف مرضه بيقول: عليل الجسمي ممتنع القيامي شديد السكر من غير المدامي. طبيعي كل إنسان خصوصا بيكون معه ملاريا بيكون كتير تعبان، ما قادر يقوم التخت، كسر مثل هلأ نفس الشيء اللي بيكون معه كوفيد 19، بحسوا حالهم مكسرين، عندهم أوجاع بكل مفاصلهم، بكل عضلاتهم وبكل عظامهم، وبيكونوا مطوشين من التعب. هيك عم يقول: شديد السكر من غير المدامي. وبيرجع شاعرنا العبقري بيكمل بوصف الحمى أو ما يعرف بالحرارة العالية، بيقول عنا: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. معروف عن الملاريا إنه هني ثلاثة ستيج. أول شيء المريض يبلش يحس ببرد ويرجف، بعدين بيصير عنا حرارة مدتها من ساعتين لست ساعات، وبعدين مثل ما حنشوف القصيدة بعد شوي بيصير في عنا تعرق كتير 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 قوي. هلأ ببعض الدول الأفريقية بيقولوا إنه الهوت ستيج وقتها بتبلش الحرارة تطلع إجمالا بتكون بفترات الظلام، وقتها بتكون البارازايت عم تتدوبل بشكل هائل داخل الخلايا. لهيك بيوصف الحرارة بزائرتي، لأنه الفيفر أو الحرارة هي سيكليك، يعني بتيجي وبتروح، ما بتضلها كل الوقت بحالة الملاريا. لهيك أجاب بوصفه بقول: وزائرتي. هلا هون شعرنا بيكمل بيقول: بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. سو ستيج الأول، ستيج تبع الملاريا، ببلش بالكولد ستيج، حيث المريض بيحس ببرد قوي، بيحس ببرد حتى بعظامه بيقولوا المرضى. مشان هيك انه هو صار بيعرف اي متى بتزوره، لانه مثل ما قلنا انه هي بتيجي على فترات كل 48 ساعه او كل 72 ساعه بتيجي الحراره وبتروح بالملاريا. سو هو عم حضر لها المطارف والحشايا من اللحف والاغطيه، اوكي، حضر لها اياهم ليستقبلها، لانه هي بتزوره كل 48 ساعه مثل ما عبر عنها كزائرتي. بس ما هي ما قبلت لا بالحرامات ولا بالشراشف، ما قبلت تنام الا بعظامه. بيرجع بيحكي عن الملاريا كيف تبين بالجسم، انه بعد ما نامت بعظامه صار ضيق جسمه علي وعليه، سو صار تطلع طفرات. في بعض العالم بالملاريا بيصير عنده طفرات بالجلد، ويبدو انه المتنبي وقت اصيب بالملاريا بمصر صار عنده طفرات بالجلد، بقى بيقول: يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بانواع السقام. سو عكتر ما ضيق المحل لانه هي ما قبلت تنام غير بعظامه، بطل يوسع جسمه، اضطرت تعمل محلات جداد بجسمه انها تعمل له اللي بنسميه بالانجليزي نحن سكن مانيفستيشنز او عوارض الجلديه تبع الملاريا. وهون بكمل شعرنا باخر ستيج او باخر فيز الملاريا، وقتها بصير في البروفيوز سويتنج اللي بضل تقريبا لحوالي ساعتين لاكثر ايام، يعني بيعرق المريض، بيصير في تعرق حاد بس تروح الحرارة، بضلوا عم يحكي عن الحرارة، عم يخاطبها بزائرته لي بس تتركه بتغسله من كتر ما بيتعرق. إذا ما فارقتني غسلتني كأن عاكفاني على حرامي. صورة جد في الروعة، رائعة جدا، إنه بس تركيته غسليته وكأنه كانت علاقتهم فيها نوع من الحرام. وهيك بتخلص هالمقطع من قصيدة المتنبي الرائعة اللي وصف فيها وصف رائع مرض الملاريا. شكرا للمتابعة.